مرحبا بك سيدة الرئيسة. راكم تحيوا الجزائر من جديد. الله يسلمك. التراث هذا واحد الوقت سمحنا فيه حتى حبوا يدوه لنا. يعطيك الصحة. فهمتي؟ صح. لازم دوك الدور ديالنا لازم طوروه وتحموه. لازم. وأغلب التقاليد نتاعنا اليوم تفوت اليونسكو. ترسخ نهائيا ان شاء الله باش تدخل في التراث البشري ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يعطيك الصحه سيدي الرئيس. وانت تاني حنا رانا نتاعك ليك ورانا كل عام وانت معاك سيدي الرئيس. وين وين نمشي للامام؟ الله يسلمك ان شاء الله. صحيح. سيدي الرئيس لاباس بيا؟ الحمد لله. سافون تراديسيونال. نعم مليح. نعم مليح على الطريقه البارده. راني فرحانه بزاف سيدي الرئيس، وخاصة أني يعني شارف لي راك مع الطابل تاعي. ألوغ هادوما سي صابوني طبيعي على الطريقة الباردة باش نخلو كاع الفوائد تاع الزيوت والزبدات المستعملة، وملاح لابو وكل عشبة لواش تصلح لابو. وعندنا تاني صديق هنا كيما هذا تاع الأجداد معروف، صابون زاير تاع الحمام والآخر لي شامبوان والمواد التجميل الطبيعية والعطور. يعطيك الصحة. راه تباع شوية؟ صافا الحمد لله. حنا رانا بكثرة في المارشي في السوق الجزائرية. من المفروض المواد هذه البيو. نعم. تمشي خير من الباقي، خير من البرودوي الشيميك. في الجزائر الحمد لله كاين إدراك محسوب. الشعب الجزائري راه جاه إدراك، أو يحدو كاع الناس تقرا ليتيكات وتحوس تفهم واش كاين. البرودوي ولات فور لومبيسيون. فور لومبيسيون الحمد لله. ان شاء الله كاين شي معارض لترونجي. نعم وي سورتو دون لي بي اوروبيان. وي شاركنا يعني وكنا في المستوى الحمد لله. شكرا شكرا شكرا.